الريال اليمني مجددا يتهاوى أمام العملات الأجنبية وبطريقة مروعة. يقول البعض إنها الأسوأ في تاريخه، فضلا عن انعدام الأوراق النقدية الصغيرة فئة 50 ريالا وفئة 100 ريال وأيضا فئة 250 ريالا من الأسواق والمحال التجارية في المدينة، ما يفسر أن العملة على وشك الانهيار نتيجة حرب الميليشيا التي سببت تدهورا في الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هنا في محافظة مأرب يتراوح سعر صرف الدولار الواحد بين 490 و500 ريال خلال اليومين الماضيين، ليسجل الريال مستويات قياسية هي الأعلى منذ عقود، وهو ما انعكس على أسعار المواد الأساسية. مع ارتفاع الدولار تعب المواطن وارتفاع المعيشة، كل حاجة هذه الأيام على كلها، وحالة المواطن تعبان مرة. لم نستطع شراء الماء بسبب أنه لا يوجد معه فكة أو سم الصرف. الفكة كما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب انعدامها، خاصة فئة 100 ريال والخمسين 250، معاناة كثيرة جدا سواء في المواصلات، في البقالات، في السوبر ماركت. تخبط كبير يشهده سعر العملة المحلية، وأكثر ما يفسر ذلك هو عزوف العملاء عن الإقبال على محلات الصرافة التي بدت خالية في ظل عدم توفر العملات الأجنبية واستقرار أسعارها. الأوضاع الاقتصادية باتت أكثر تعقيدا في ظل الوضع الراهن، وسط تضارب حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الذي يترك تساؤلات عدة، أهمها كيف ستكون المعالجات في المستقبل القريب مع استمرار الحرب وحالة الإرباك لدى الشارع. ليس هناك حلول جذرية لحل المشكلة، وكل ما كان يعني من حلول هي تعتبر حلول مؤقتة، حتى موضوع البضيعة السعودية وغيرها، يعني هذه حلول مؤقتة ربما تستنفد على فترات بفتح الاعتمادات، إذا تم فتح الاعتمادات قريبا، يعني حسب التصريحات التي قد صدرت أنه سيتم فتح الاعتمادات قريبا في الخارج، ستستنفد هذه الوديعة. لكن الحلول الجذرية هي بإعادة تصدير الغاز والنفط الذي سيدر العملة الصعبة على البلد والذي سيؤدي إلى استقرار الريال. بالنسبة لاختفاء العملات النقدية الصغيرة أو تسمى العملات المساعدة، لأن البنك المركزي منذ فترة طويلة لم يقم بطباعة هذه العملات لأنها مكلفة على الدولة بطباعتها نظرا لقلة قيمتها ولزيادة تداولها في السوق مما أدى إلى تلفها. التدهور الذي منيت به العملة اليمنية انعكس على القيمة الشرائية للريال، ما جعل المواطن البسيط غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء وانحدار الأوضاع نحو المجهول. في ظل هذا التدهور غير المسبوق للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية والذي أوجدت بطبيعة الحال أوضاعا اقتصادية مزرية، تكثر الأسئلة حول جدية الدولة في خلق معالجات حقيقية قادرة على إيقاف هذا التدهور المريع وإنقاذ السوق من كارثة اقتصادية جديدة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.